السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نوريكم كيفاش تدخلوا للجوب بانك باش تقلبوا على عقود عمل كندا. المهم هذا هو الموقع jobbank.gc.ca. ندخلوا دابا الموقع. كما كيبان لكم دابا هذا هو الموقع جوب بانك. كندخلوا ليه. ينفو كيدخل كيعطيك هاد الواجهة هادي. كتمشي تطالع ادفانسد. كتطالع ادفانسد. ينفو كتطالع عليها. المهم كتخرج لك هاد البارتي هادي هاد الواجهة. هنا فاش غادي تعمر انه تعمر الخدمي اللي بغيتي ليهم. مثلا انا راه هادشي ما كيهمكش. هادشي هنا اللغة غادي تختار يا اما الانجليزية ولا الفرنسية ولا بجوجهم. انت شوف اللغة اللي كتهضر بها اختار. هنا اختار لونجلي. هنا واش تخدم فول تايم ولا بارت تايم، يعني واش نهار كامل ولا غير شي سوايع قلال. هادشي حنا غنلقاو خدمة، ما بغينا لا سوايع لا والو، هو نخدمو هادشي. هذا الصالير خلاص ما خدامش. هادشي حنا كنقلبو على خدمة. الصالير كيما كان. المهم غنمشيو لكندا. انا غنمشيو لهاد تيمبوراري فورين وركرز، يعني هادوك الناس اللي كيمشيو مثلا كيخدمو العمال المؤقتين، كيخدمو مثلا ديك 3 شهور 6 شهور كونترا. هادشي ما كيهمناش. هاد المدن في اي مدينة خدمنا فيها ماشي مشكلة. غنمشيو نديرو هاديك فيريفي جوبس، يعني نديرو بحال قلتي دوك الاعمال المحقق اللي عندهم اللي معترفة بهم بالحكومة الكندية. هنا قراية. هنا تختار واش مثلا يونيفرسيتي واش جامعة ولا كوليج ولا التكوين المهني. بالنسبة الاول الجامعات، الثاني التكوين المهني والكوليج، الثالث البكالوريا، الرابع راه مثلا ما عندكش ديبلوم. حنا درنا عندنا البكالوريا. هنا التجربه، الا ما عندكش تجربه دير نو اكسبيرينس. حنا دابا حنا غنديرو نو اكسبيرينس عندك وديرها. هذه هي المعقول. هاد البارتي هادي الا درتي الاولى راه ينسى شي حاجه سميتها، زعما انسى عقود عمل، حيت خصك دير الثانيه كيبغيو. كتقول لهم بلي مثلا كنديان و انترناسيونال كانديديت، يعني غيخدم هاد الخدمه هادي يخدموا فيهم الكنديين ويخدموا فيهم تا فهمتي تا مثلا تا خارج كندا، مثلا المغرب الجزائر بحال هاد الدول هادو. هنا هما الاعمال. ندخل مثلا لهاد اوتيل فرونت ديسك كليرك. شوفوا المهم هو المعلومات راه فيها. تخدم ها الساعة 18 دولار و 50 للساعة، 40 ساعة في الأسبوع، يعني 8 سوايع في النهار. عندك الجمعة السبت والحد روبو. المهم راه باغيين جوج. راه طلعت كبيرة في تشتي ديك كبيرة في اللي دراها طلعت. هنا غدير هنا اللغة، يعني اللغة راه طالبين الإنجليزية وطالبين الباك هاي سكول. وقال لك التجربة، يعني غادي هما غادي يدربوك ماشي مشكل. هنا غنمشيو كيفاش نابليو ليهم نقدمو ليهم. ها هو الإيميل. انا اي فوا توتال الايميل راه غادي يدخل لك ديريكت الايميل. هنا غادي خصك سي في كنديان، وغادي خصك واحد ليتر دو موتيفاسيون. سي في كنديان راه ساهل، راه ما كتكونش فيه تصويره، غير سير لجوجل كتب سي في كنديان راه يطلع لك. بالنسبه ليتر دو موتيفاسيون دخلها لشات جي بي تي غادي يعطيها لك.